المغرب فقد عالم من رجل من الطينة كبيرة، لا على مستوى العطاء ديالو في ايام الحركة الوطنية كرجل سياسي، ولا على مستوى الرياضة اللي خسرته خاصة بالنسبة لكرة المضرب، وعلى مستوى العمل الاجتماعي المنظمة الدولية اللي فيه واحد العدد كبير. فسي مجيد ممكن نقول لا ديفيز ديالو سي دو سابروشي لي بوفر دو سيلواني دامبلونتي لا ريشيس شي لي بوفر دو سيلواني دو لا ريشيس بروفوكاتريس اي دو تورني لو دو كونتر لاسيستانا. سي مجيد كان الجميع يحبه في الدنيا، كان عزيز في الدنيا. سي مجيد في الدنيا عزيز وفي الآخرة شهيد. كانت شخصية كبيرة بزاف، مناضل كبير، والعطاء ديالو كان كثير بزاف، وكان عنده واحد الخضرة مهمة جدا، واحد يعني المهارة مهمة فيما يخص توصيل رسائل ديالو. كان كيستعمل السخرية وكيستعمل يعني واحد الكلام اللي كيمشي مباشرة للهدف ديالو، ولذلك كان عنده واحد كان محبوب جدا جدا عند الشباب. فأنا كتحت لي فرصة أني رافقت سي مجيد الله يرحمه برحمة الله في عدة مناسبات، ورافقني في عدة مناسبات، وآخرها برانسيبي دا سوريا في إسبانيا. فكانت علاقة وطيدة، فهذا الرجل الحق اللي أعطى الكثير للرياضة. الرياضة المغربية غادي تكون دائما الحقيقة يعني كتفتخر بهذا الرجل هذا، وبالخصوص عائلة كرة التنس. في الطريقة التي سير بها في فترة من الفترات رياضة كرة المضرب والتي جعلها تتألق عالميا، دليل على أننا في المستوى الرياضي نملك أن نحقق المعجزات، شريطة أن يكون عندنا مسؤولون من طينة السي مجيد رحمه الله. الله